مرحبا بكم في مركز دعم أرماتكس. أشكركم على اختيار منتج من أرماتكس. يبين لكم هذا الفيديو التوضيحي كيفية تزويد مسدسك وفك التأمين كويك لوك بتأمين بيومتري. إدخال عنصر التأمين على كونتاكت وحدة التشغيل البيومتري وأدخل عنصر التأمين في حالة المسدس ذي الساقية من جهة الفوهة وحتى قاع التصادم. يتم تشغيل عنصر التأمين من خلال ضغط خفيف باليد. السلاح مؤمن. انزع وحدة التحكم. يكون عنصر التأمين في مكانه الصحيح عندما لا يمكن لخزينة مقذوفات المسدس الدوران. أدخل تعشيقة وحدة التشغيل البيومتري حتى تستقر في مكانها. اضغط على المفتاح في وحدة التشغيل الخاصة بك، ثم مرر إصبع التفويض على مجال الحساس وانتظر حتى ظهور وميض الضوء الأخضر دلالة على تمام التواصل. قم بفك آلية القفل عن طريق الضغط الخفيف على عنصر التأمين بوحدة التشغيل، ثم اسحب عنصر التأمين بحذر للخارج. شكراً جزيلاً لزيارتكم لمركز تقديم الدعم في أرماتكس. نأمل أن يكون هذا الفيديو التوضيحي قد ساعدكم.